السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. أسوأ الناس خلقا من إذا غضب منك أنكر فضلك، أفشى سرك، جحد عشرتك، وقال ما ليس فيك. ومن يقبل المديح من أعدائه يعيش حزين أو يموت بدائه. أنا حبيت نقول الكلمتين دول قبل ما نبدأ في الموضوع بتاعي. طبعا انا انطلب مني ان انا نطلع نقول كلمتين في اللي بيحصل. انا رسالتي النهاردة رسالة لكل صياد في جمهورية مصر العربية. خلي بالك عشان انت الفريسة، الصياد هو الفريسة، الصياد هو الهدف. بيحصل طبعا عروض كل يوم من هنا ومن هنا، ناس محترمة وناس الله يسهل لها، احنا ملناش دعوة بحد وما بنتكلموش على حد ومش قاصدين حد بعينه، واللي هياخد الكلام ليه هو اولى، ماليش فيه، انت حر. انت حسيت ان الكلام جاي على مقاسك فدي مشكلتك انت مش مشكلتي. انا رسالتي للصياد، يا عم الصياد انت ما تشغلش دماغك بالعروض وما تشغلش دماغك بالكلام اللي بيحصل ده، لان مفيش حد عايز مصلحتك، كله عايز مصلحته قبل مصلحتك. حتى لو في حاجة فيها منفعة ليك هي منفعة للي بيبيعها قبل ما يكون ليك، ايا كان نضيف مش نضيف هو عايز مصلحته هو الاول، عشان تبقى انت ايه، تبقى انت فاهم الكلام ده. وما تثقش في حد، لان يعني هي الحياة كده، الحياة كده، مفيش، منفعش تثق في حد ايا كان، ايا كان هو ليه مصلحة من ورا منك، عشان تبقى انت فاهم. مش لازم تجري لي على عود يا عم الصياد انت ب 300 جنيه و350 جنيه و500 جنيه، احنا ما بنوقفش حال الناس اللي بتبيع الحاجات دي، بس انت اسأل نفسك انت محتاج العود ده ولا لا؟ هل انت اشتغلت بعود ب 70 80 جنيه وضربت سمك والسمكة كسرت منك العود؟ لو حصل الكلام ده معاك روح دور على ابو 300 ابو 500. وبعدين حاجة تانية بالنسبة لعدة الاستعمال والعدة الجديدة والكلام ده، الناس بتسألنا برضو رأينا ايه، اللي بيفهم في العدة الاستعمال يشتري استعمال، اللي ما بيفهمش فيها ما يشتريش استعمال. هو الاستعمال كده طول عمره في كل حاجة، عربية، موتوسيكل، في اي حاجة خلقها ربنا، اللي بيشتري حاجة استعمال لازم يكون بيفهم في الاستعمال، ومفيش حاجة اسمها ثقة. وبرضه نفس القصة الجديد، انت ما تفرحش لما نقول لك ده عرض والمكنة ديت ب 200 جنيه هنبيعها لك ب 120 جنيه عشان عامل عرض. عرض مين؟ عرض مين يا ابن اللذين انت؟ المكنة لو فعلا تمنها 200 جنيه وانت هتبيعها ب 120 جنيه، يا اما انت سارقها، يا اما المكنة معيوبة، يا اما فيها حاجة. ما هو صاحب العقل يميز برضه يا جدعان ولا ايه؟ احنا برضه احناش هبل، والصيادين مش هبل. خبرها يا جدعان، ارحمونا ارحمونا، ومش كده يخفوا علينا. والناس اللي هي بتضرب في بعضها واللي عماله تعمل الكلام ده عيب، الكلام ده عيب. التجاره شغله محترمه، شغله محترمه، وكله تاجر بما يرضي الله. صحيح انا لو بايع لك حاجه وبايعها لك غاليه وكسبان فيها ده حلالي، وبرضه لو كسبان فيها ياما ولا كسبان فيها شويه ده حلالي، بس برضه اشتغل بما يرضي الله، انا ما نقصدش حد. ولكن برضه مفيش حاجه اسمها عرض، عشان انا ما نجيش على الجنب ده ونسيب الجنب ده. وبعدين يا عم السراد انت ارحم نفسك، اقسم بالله العظيم انا عندي عده بالافات اهي، وانا طول عمري بحار وطول عمري صياد ما بنستخدمهاش اهي اهي. دي عده هي، غير اللي هنا، غير اللي هنا، جربنديات مش عارف، والمصحف ما بنستخدمه، اقسم بالله ما بنستخدمه. فانت ارحم نفسك وما تخليش السكينه تسرقك، وكل شويه ما تشوف العرض تجري عليه ومش عارف ايه. خليت الناس كلها ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، ارحمونا ارحمونا، مش كده يا عم الصياد انت، يا عم الصياد خليك رايح، وقف اتفرج، سيبهم يضربوا في بعض، سيبهم يكسروا في بعض، وقف اتفرج، وما تتحدفش على كل حاجه، كل ما يطلع عود تروح تشتريه، وكل مش عارف ايه. وانتوا يا جماعه برضو اهدوا على الناس، اهدوا على الناس، حرام عليكم، مش كده. وده يطلع يعمل في دوت على اساس ان انت ملاك يعني؟ لا، على الحلال ما في ملايكه، ما فيش ملايكه، ما فيش بشر ملاك، كلكم زي بعض على مستوى. بس هي الفكره ان في واحد بيعرف يطلع يقول الكلمتين وعنده قبول فالناس بتصدقه، لكن هو من جواه مش انا مش متصدق.
وفي واحد تاني ما بعرفش يقول الكلمتين. لا يا جماعة، لا لا، عيب كده، ضحكتوا علينا الناس وبهدلتونا وعملتونا وشرطتونا، ارحمونا يا جماعة. على فكرة يا جماعة، أنا ما نقصدش حد بعينه، واللي هياخد الكلام على نفسه أنت حر، دي مشكلتك مش فارق معايا. زي ما أنت ما بتقول أنت طالع للمشاهد بتاعك، أنا طالع بقى للمشاهد بتاعي، وأنا مش فارق معايا أي حاجة. الحمد لله محدش كسر عيني ولا بناخد حاجة من حد ولا يفرق معايا أي حاجة. استهدوا بالله يا جماعة، وأنت يا صياد يا مصري، الرسالة دي لكل صياد في مصر. اهدى اهدى واتفرج، وما تتحدفش في شراء العدة، خليك كده ايه بالراحة، وما تصدقش هيسمع عرض، مش هيسمع عرض، عشان تبقى انت فاهم. ده هي الحاجة دي سعرها كده، هو يعني اللي هيعمل لك عرض ده هيبيع الحاجة بمرضي الله، مش أكتر من كده ولا أقل، عشان تبقى انت فاهم. أنا خايف نكون طولت عليكم، وخايف تكون زعلتوا مني، بس أنا حابب نقول الكلمتين دول. تمام يا جماعة، فضلا يا جماعة محدش يزعل مني، ويا رب تكون الرسالة وصلت. بنعيد الكلام تاني، كل صياد في مصر أنا عايزك تتأنى، ما تحدفش على العدة الغالي. لما تتكسر يا عم العود منك، وبروح يا عم اشتري العدة الغالي كده، دي هتمشي حالها ودي هتمشي حالها. وبعدين احنا مش السمك مش مقطع، يعني مش مقطع نفسه، يعني ده احنا بقالنا سنتين كل شوية بنروح لورا، هنعمله ايه يعني؟ أنا آسف يا جماعة على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.